انا اسمي اروى بلبع من اصدقاء حسين اشرف القدام قوي، صداقه تمتد اكتر من 20 سنه. احنا واصدقاء واحباء وحبينا ان احنا نعمل، انا مش عايزه اقول رحيل ولا تابين، انا عايزه اقول امسيه في حب اشرف. حسين اشرف مواقفه كلها نبيله، يعني ملوش موقف واحد، ومش معايا انا بس، مع كل اصدقائه. يعني اشرف من الناس اللي فعلا ما يشبهش حد، ما فيش حد زيه في عطائه وفي نبله وفي ادبه. وكمان انا من الحاجات اللي شفتها بعد الامسيه دي ان فعلا اشرف ملوش اعداء خالص، كل الناس بتحبه، لانه هو كان راجل عنده قدره شديدة على العطاء، وقدرة أيضا على الاختلاف. يعني كان ممكن تختلف معاه سياسيا، تختلف معاه في أي شيء، لكن هو كان بيستوعب كل الناس، يستوعب كل الآراء، يرد بهدوء وبأدب وباحترام. عمره ما هاجم حد، ولا عمره جرح حد. شعور طبعا مخلوق، يعني خليط بين الحزن وبين الفرحة، لأني أنا فرحانة أني لقيت ان احساسي ما خيبش في اشرف، ان قد ما انا كنت بحبه وقد ما انا كنت شايفه قيمته، لقيت ناس كتير قوي بتحبه وعارفه قيمته، فكان احساس مخلوط بين الحزن والفرح. يعني الحقيقه انا بفتكره في كل مكان، يعني كل مكان بنروح بفتكر اشرف. كل مشكله بتقابلني بحس ان انا فقدت حد مهم قوي، لان هو كان دايما بيحل لي كل مشاكلي. هو كان اخ واب وسند، فأنا فقدت السند بفقدان حسين أشرف. أقول له وحشتني، أنت كنت دايما تقول أنا يا أروى بيني وبينك تاريخ. بقول لك يا أشرف إحنا بينا تاريخ، والتاريخ ما بيتنسيش، وأنا عمري ما هنساك أبدا يا حسين أشرف، يا فارس يا نبيل. كلمة نختم بيها اللقاء لشهرتك. اقول لكم اشكركم طبعا انكم جيتوا النهارده وغطيتوا الحدث ده، لان يعني ده كرم اخلاق منكم، لان دي حاجه احنا بالنسبه لنا ده حدث مهم قوي، يمكن ما يبقاش مهم بالنسبه لناس اخرين، لكن انا اشكركم انكم انتوا جيتوا وغطيتوا الحدث. والله انا بلاقيكم في كل حته، انا مش عارفه يعني بتنطوا في كل حته، ودي اهم حاجه. يعني بروح نقابه صحفيين الايكو، اي مؤتمر الايكو، اي فعاليه الايكو، انا يعني بشترك فعاليات خاصه بالمراه وكده، فبلاقيكم في كل مكان، وده شيء جميل. بس انا مش عارفه انتوا تبع مين، يعني هويتكم ايه، بس المهم ان انتوا نشطاء وموجودين في كل مكان، وده اهم شيء.